في المقابله كان كما قلت كان بزاف ديال السيناريو. البدايه كانت شويه كانت من طرف فريق الرجاء البيضاوي، بعد مرور الوقت دخلنا في الهويه، جاتنا ضربه جزاء ما استطعناش انا باش نشدوها. سيناريو اخر يعني في الشوط الثاني، الطرف الثاني ديال فريق الرجاء البيضاوي كنظن ما استغليناش، خصوصا في 20 متر الاخرى او قدام المرمى ما استطعناش اننا باش نسجلوا هدف. ما كانش عدم تركيز، كان هناك تسرع من اللاعبين، لان شافوا فريق الرجاء البيضاوي بثمانية لاعبين، فبدا داك التسرع انهم باش يسجلوا الهدف. انا ما كتفرقش ما بين السرعه والتسرع، فضروري غادي ضروري ما غاديش تسجل، وضروري غادي تدخل كما قلنا يعني في التسرع. الاحساس ديالك وانت كترجع للمركب الرياضي ضد فريق الام ديالك، وكيفاش كتشوف حظوظ الرجاء في مقابله مقبله ضد الاهلي؟ شوف الاحساس اللي انا بالنسبه لي اول مره غنواجه فريق الرجاء البيضاوي، فكيبقى واحد الاحساس يعني غريب يعني شويه، ولكن بالنسبه لي انا الانتماء تيبقى انتماء وخدمه راه تبقى خدمه. بالنسبه لينا نشكر اللاعبين بعد على المجهود اللي قدموا اليوم، نتمنى لهم المسار موفق في باقي المباريات. فريق الرجاء البيضاوي كنتمنى له التوفيق في مباراه الاهلي. كنظن كاين واحد التعرع على فريق الرجاء البيضاوي بالنسبه للاهلي بالسنه الفارطه، ما غاديش نتكلموا عليه لان بزاف ديال الاشياء كانت، بزاف ديال السيناريو كانوا لا في مباراه الذهاب لا في مباراه الاياب. نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويكونوا في اتم الجاهزيه ديالهم في مباراه الاهلي. سمو الفير ريتورني دان لو كلوب سي ان كران كلوب، دونك زي ديفي ريتورني ان بروسيام بور اد لو كلوب بوكو باسكو اي سون دي بوبليك انكرايبل. دونك سي ما في بليزير بور ان بروسيام دي ريفيني ان شاء الله. Tu assistes les matchs de Raja ou pas? Surtout que la semaine prochaine, il y aura un match. Oui, je vais venir regarder le match, Inch'Allah. Inch'Allah, je le souhaite le bon sens pour le gagner. Comment vous avez vu l'ambiance aujourd'hui? Waouh, c'est incroyable. J'aime l'ambiance beaucoup. Un petit mot pour les supporters du Raja? Oui, je le dis pour encourager l'équipe derrière. Ça va venir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Sila. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.